السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. شرط حفته الشرط ميجي إنسان قري استقبال القبلة بقرة، يعني قري برق برق قلبي ذاك قبلة هذا مكة كعبة. لابد أن يستقبل القبلة في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر. هر ميجك أو ذكى ميجا سفر و ميجا فرز و ميجا سنة و قري هر ميجي ذا برق برق قبلي ذاك. إلا أن النافلة في السفر تصلى حيث توجهت به الدابة أو السفينة أو القطار أو الطائرة، النافلة فقط. أما نافلة ميجا نافلة بيشتر ميجي مويدا قري برق برق قبلي ذاك ميجا نافلة جي هركي أو السفر ذاك يا مثلا طائري ذاك سر عربكي ذاك أوتوبيس ذاك ذاك يا داجي جاميكا كي ذاك جامي كالي دچا وبرق ودري ذاك ميشكا أجويا تبايستنا إن شاء الله.